Hi everyone, مرحبا بكم في قناة Learn English، تعلموا الإنجليزية من الصفر. في قناتكم سوف تجدون شرح لأساسيات اللغة، وضعيات إدماجية وحوارات مبسطة، تمارين وتدريبات مع مراجعات دورية، وفي كل مرة نتعلم مفردات وعبارات جديدة. فيديو اليوم راح يكون تابع لدرس النشاطات اليومية My Daily Activities or My Daily Routines، ولكن في درس اليوم راح نشوف تفاصيل أكثر. راح نقسم اليوم إلى فترات، وفي كل فترة راح نشوف النشاطات الخاصة بها مع الوقت المحدد لهذا النشاط. تابعوا الفيديو إلى نهايته وما تقطعوش قبل ما يخلص. يلا مع بعض. قبل ما نبدأ الدرس أدعوكم إلى الاشتراك في القناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل لفيديو جديد، والضغط على زر الإعجاب للتشجيع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما جات في المقدمة، اليوم راح نكمل الدرس تاع نشاطاتي اليومية ولا روتيني اليومي، My routine activities or my daily activities. نرجع مراجعة خفيفة لأنه شفناهم في الدرس السابق. قلنا أستيقظ هي I get up ولا I wake up. أرتدي ملابسي I get dressed. أصلي I do my prayer. أتناول فطوري وجبة الصباح الفطور I have breakfast. أذهب إلى المدرسة I go to school. أتناول غدائي تاع 12 I have lunch. I have lunch، مشي I eat، لا I have. I have lunch. أحل واجباتي المنزلية الوظائف I do my homework. My homework. نلعب I play. نتفرج على التلفزيون I watch TV. I watch، مشي watch، تشا هذه فيها في الانجليزي ما كاش في الفرنسي، تشا كيما teacher كيما حباتشينا. I watch TV. أتعشى I have dinner، مشي I eat. دائما نقول لكم ما نقولوش ناكل العشاء، نقول نتعشى I have dinner. اذهب الى النوم هي I go to bed. الان قبل ما نمر الوضعية الإدماجية راح نديروا خطة عمل. تلاحظوا بلي هذو الواجبات هذو ما راهم يندارو كل يوم، هذو النشاطات. اذا كلمة مهمة جدا وهي كل يوم. كل يوم، كل يوم باللغة الإنجليزية هي every day. Every day. الآن اليوم كما نعرفه كامل مقسوم إلى ثلاثة فترات، وشنو هما؟ هي فترة الصباح، وفترة العشية المساء، والفترة تاع الليل، الليل اللي هو ما بعد المغرب. إذا راح نقسمهم مع بعض باش الباراغراف تاعنا يخرج لنا شباب. حنا قادرين نقولوا every day I get up I dress نانانانا حتى نجيبوها I go to bed، مي ماشي نفس كما يقولوا نفس الإقناع، نفس خدمة شابة. ألا راح نقسموهم تاع الصباح وحدهم، تاع العشية والظهر للمغرب وحدهم، وتاع الليل وحدهم. وراهم تاع الصباح I get up of course، نوض مع الصباح، هما مجين مرتبين، عاونوني برك وين نديروا الخط. I get up I get dressed I do my prayer I have breakfast I go to school I have lunch. I have lunch هذه جاية من الظهر. صافي هنا نحبسو، هادو ما هنايا نرسم خط، تبعوا معايا مليح ساهلة. هادو ما تاع الصباح، هادو في الصباح ولا صباحا. اون انغلي في الصباح نقول in the morning، منها جات good morning هذيك in the morning. صافي هادو تاع الصباح. شوفوا بدا يجينا الباراغراف. كل يوم في الصباح every day in the morning I get up I get dressed I do my prayer I have breakfast and I go to school. خصصنا واحد التفاصيل، وشنو هي؟ هو درس الساعة. هتفكروا بلي الوضعية الإدماجية هي وضعية نحط فيها كامل واش تعلمت في هذا السيكونس. في هذا السيكونس تعلمنا الساعة، إذا لازم نستعملها باش نبين الأستاذة تاعي بلي راني فاهم واش راني ندير. دونك انا راح ندير سوايع ابوبخي، وكل واحد يدير ساعته الحقيقيه. على قداش نوضو ابوبخي؟ نوضو مثلا على 6:30.
6:30 in English. شكون يقولها لي؟ تفكروا تفكروا. Excellent. Half past 6. Half past 6. نلبس دوك هنا ما نبقاش نقولوا نوض 6:30، نلبس 6:31، نغسل وجهي 6:32. هذو كاع صوتيهم، هذو تفاصيل صغار. اتناول فطوري مهمه. بون الصلاه هي اهم حاجه. حنا برك نبينو في الباراغراف على قداش تشرب قهوتك. نوض نقولوا مثلا ما جي يصلي ويلبس ويسقم الشومبرا يطوي فراشك وكاع، نقولوا فطور على 27. ديروا 7 و4. ها يبداو خمو 7 و4. اون انجلي كيفاه؟ 4 قلنا كواتر، كواتر وراني من الجهة اليمنى يعني باست، كواتر باست 7. ما نزيدولهاش، قلنا الجهة اليمنى نكتب اش عادي، ما نديرش اش زائد واحد. اوكي، سو كواتر باست 7. اذهب الى المدرسة. ما تروحوش بكري بزاف وتقعدوا برا غير تقصروا وتمسخروا، روحوا في الوقت، توصلوا في الوقت. هذيك هي. اذا قلعوا ابوبري نقولوا غير 20، ساو 47 دقيقة. كيف نقراها هذه؟ 47 دقيقة معناتها بقات لي 20 دقيقة على 8. صافي نقول 20، مادام راني في الجهة هذه نكتب اش زائد واحد، 20 to 8، 20 to 8. شوفوا شوفوا الباراجراف كيف ولا باهي. Every day in the morning I get up at 6:30. I get dressed, I do my prayer and I have breakfast at 7:15. At 20 to 8 I go to school. حنا دوك ماشي هكا كل حاجة ناشفة، نزيدو شوية. مع من تروح للمسيد؟ تروح مع صحابك، مع أخوك، مع باباك. صافي. I go to school with my friends, with my father, with my brother, with my sister. اوكي، زيدوا شويه من عندكم. كملنا الفتره الصباحيه، نمروا للفتره تاع العشيه. هنا كاينه بزاف تلاميذ دائما يقولوا لي I have lunch at midday. 12 بيل 12 o'clock. يا وليدي 12 بيل تصوني عليك في المدرسه، ما كاش منها، يا تصوني تبدا تاكل حق الطريق. So I have lunch a peu près. قسمة توصلوا للدار، ماما كتحط لكم الطبسي، نقولوا 12:30. غسل يديك، نحي الطابلية، 12:30 ماشي 12، كاين بزاف يديروا 12 بيل. So I have lunch at 12:30. ونعاود نروح ليكول ونعاود نجي. هذوك الشغل كان نديرو كلش ما نكملوش. نرجعوا العشية، هاك كليت هاك واحد تقرا وتوليت دير واجباتك. So I do my homework. I do my homework ماشي 4:30. 4:30 تصوني في المدرسة، 4:30 انت طيارة طفاك في الدار تحل كراريسك، ما كاش منها. أو موا شوفوا تخرجوا 4:30، توصلوا للدار جويه 5، غسلوا يديكم، صلوا صلاة العصر، شربوا ذاك الحليب مع كسرى الله الله، ومن بعد روحوا حلوا ذاك الكراس، تكون أبوبخي 5:30. هنا عندي ملاحظة، 5:30 تاع العشية، إذا لازم نكتب أي أم ولا بي أم. برافو، بي أم. تحبوا تكتبوا هكذا ولا عطيت لكم العشاء ذاك النهار؟ هنا كي تكون 5 يعني زائد 12 هي 17. تحبوا تكتبوا 35 ولا 17:30؟ هي ما بينهما هنايا، زائد 12 تلقاها سواسوا، تنقص 12 تكتب بي ام. هذه شرحتها لكم في الدرس اللي فات، العبسة كاملة هي هنا في هذه 12. اوكي، يا اما تكتبها نورمال ولا تنقصوا لها 12 وديروا بي ام. اي بلاي، انا كملت قرايتي. اي بلاي تات اي بلاي، اي بلاي ماشي وحدي، اي بلاي with my brother with my friends كيما تحب. هنا تخلص العشية باسكو راك تلعب 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 حتى تقول لك ماماك يلا هاو يأذن المغرب نصلي ونتعشاو. الوغ تاع العشية واش نقولو؟ تاع العشية نقولو in the afternoon. afternoon راني نهضر بشوية باش تفهمو مليح.
نقدروا نديروها بالزربه فيت 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 ما تفهموا والو. اوكي انا درنا in the morning I, in the afternoon I have lunch I do my homework and I play with my brother. مع السوايع بقات لي هذه في الليل. في الليل يعني ليلا. في الليل نقولوا in, ما تقولوش in the night. لا لا نقولوا in the evening. In the evening. وهذا الك هذا ما تقراوهش، ما تقولوش evening، ماشي شابه. In the evening، حبسوا هنا في الن. evening. In the evening I watch TV with my family. ما نشوفوش تلفزيون حدنا، ما تحلاش تحلى مع العائله. So I watch TV with my family. I have dinner. ولا we have dinner. ومن بعد وقت الغد ابوبخي كملت قرايتك هاك تفرجتو، غا نقولو التسعة مثلا. سوا تكتبو 21 ديرو تو ناقص 12 هي التسعة. خلاص درنا ناقص 12 لازم نكتبو بي ام، معنتها انا ناقصت 12 تسعة تاع العشية تاع الليل. اوكي هاليك التسعة تاع الليل. سو ات 9 PM I go to bed. كملنا شوفوا كيف نخدموا الوضعية الإدماجية، وحدكم اكتبوها تجيكم سهلة. Every day in the morning I get up at 6:30. I get dressed. I do my prayer and I have breakfast at 7:15. At 7:40 I go to school with my friends. In the afternoon, مع العشية, in the afternoon I have lunch at 12:30. At 5, هذه 5 ولا 17. So at 5:30 PM I do my homework. Then, اللي هي ثم نكتبها لكم استعملوها. Then هي ثم. Then I play with my brother ولا my cousins ولاد عمي ولا my friends. توما واش تحبوا تلعبوا. In the evening نروحوا لاخر جزء من الباراغراف الوضعية الإدماجية. In the evening I watch TV with my family. I have dinner ولا نتعشاو. We have نحن. We have dinner. Then وفي الأخير then ثم هاي ليك كيف كيف ثم then I go to bed. باي. أنا درنا وضعية إدماجية من أجمل ما يكون. هكذا إذا عندكم سؤال خليوه لي في لي كومنتير. شوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.